بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب المفرد باب المزاح مع الصبي، أي جواز ذلك ومشروعيته بالنية الصالحة بقصد إظهار التواضع أو استعمال التواضع وحسن الخلق وحاجة ويعني مراعاة حاجة الصبيان إلى اللعب والمزاح والملاطفة، وإن ذلك من أعظم أسباب استقرار نفسيته الطفل في المستقبل. وأما إذا نشأ الطفل على الصراخ والغضب والنهر الدائم والتغليظ والعقوبة والضرب والشتم، فإنه ينشأ شخصية ينشأ ذا شخصية غير سوية، ينشأ عنده من القسوة والغلظة على خلق الله ومن شدة وسرعة العنف والغضب مثل ما وجد من أبيه وأمه. فعندما يعني يعطى حاجته في هذه السن من الملاطفة ولين الجانب والمزاح، فإنه بلا شك يكون أنفع لشخصيته، كما قالت عائشة رضي الله عنها: فاقدروا قدر الجارية حديثة السن الحريصة على اللعب. عندما نقدر قدر كل واحد في وقته وفي زمنه ونعطيه حاجته، فإن ذلك مما ينشئهم أن التنشئة الصحيحة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياح قال سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ أنس رضي الله عنه كان عمره حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فكان يخالطنا. يمكن أن يكون أنه يقصد أنه يخالط الصبيان، هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. ولذا ذكر دليلا على ذلك، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لأخي أنس الأصغر أبي عمير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ النغير يعني العصفور، طائر صغير يشبه العصفور له منقار أحمر. في هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم الطفل الصغير الذي ليس له إيه؟ ليس له ولد. ولذلك قالوا أن التكني يعني للرجل أو للمرأة ليس لهم أولاد جائز، فإن الأبوة والبنوة معان يعني لها معنى حقيقي ولها معنى مجازي أيضا، يمكن أن تستعمل في المعنى المجازي كما يقول الكبير للصغير: يا بني، وليس بابنه، وكما يقول الصغير الكبير: يا أبي فلان أو يا أبتي، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس: يا بني، وكما ثبت أن أنسا قال لأبي طلحة زوج أمه: يا أبتي. فإن معنى البنوة المعنى المجازي دون الانتساب في النسب وفي الحقوق وفي المعاملة إلى ذلك الذي عد كبيرا أو زعيما أو نحو ذلك أو مربيا، فيقال له: يا أبي فلان، أو إذا كان كبيرا والآخر
طفل صغير أو صبي يعطف عليه فيقول له يا بني، فهذا معنى مجازي بمنزلة الأب، كما يقول الصغير الكبير أب أيضا يا عم، يا عم فلان، يا أصلها يا عم فلان. وهذا ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا في غزوة بدر، قالوا يا عم دلنا على أبي جهل. فيا عم هو ليس بأخي أبيه إلا في المنزلة، بمنزلة أخي أبيه. وكذا قد يقال للرجل الكبير الشيخ الكبير جد، هذا أمر ممكن، وكذا للمرأة يا خالة ونحو هذا. كل هذا ليس كذبا طالما أن الانتساب بقي للأب الصلبي. وأما ما يجوز في المعاملات في الملاطفة بين الناس فهو أمر جائز، وهذا حديث دليل عليه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا أبا عمير، وهذا الصبي لم يولد له ولم يكن له ابن اسمه عمير. التكني سنة مباحة. يقول عم وبني وأبتي للمسلم، إنما المؤمنون إخوة. فيه المزاح ما لم يكن إثما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح هذا الصبي بهذه الكلمة، وفيه جواز اللعب بالعصفور دون تعذيب، وأن يمكن الولي الصبي من ذلك، وأن هذا لا يمنع. شراء العصفور، نعم ها؟ يجوز لا بأس، ما دام أطعمهم وسقاهم فلا بأس، إلا أن يعلم من الصغير قسوة وغلظة وقتلا للعصفور أو تجويعا له. فأما إذا كان يعلمه كيف يربيه ويرؤف به ويرحمه فذلك مشروع. هو جوه القفص بيعمل ايه؟ بيطير بس المكان ضيق شويه. يا سلام، مول العالم الحديث ده كان على الصبي بيلعب بالعصفور وما ماسكه على طول. وفيه ان السجع غير المقصود بالكلام المباح ليس شعرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله عنه وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وقال هنا يا أبا عمير ما فعل النغير، هو كلام مزبوع. قال حدثنا ابن سلام قال حدثنا وكيع عن معاوية بن أبي مزرد عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ، عن أبي هريرة قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد الحسن أو الحسين رضي الله عنهما، ثم وضع قدميه على قدميه، ثم قال ترقى، مسك له إيده كده ووقفه رجله على رجله وقال له اطلع السلم، اطلع، حط رجل الحسن والحسين على رجل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال ترقى. هيترقى على إيه؟ على الساق، على الفخذ، هيفضل ماشي كأنه ماشي على طريق يعني أو سلم، ترقى يعني ارتفع. هذا من ضمن المزاح مع الصبي وبيان منزلة الحسن والحسين وفضلهما، وهو أنهما كان يعني يمشيان على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه ضعف.
لكن له شواهد كثيرة من جهة المعنى. قال: باب حسن الخلق. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن القاسم ابن أبي برزة قال سمعت عطاء الكيخاراني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن خلق. فضيلة عظيمة جدا لحسن الخلق، أنه أعظم شيء من أعمال المؤمن أثقل في الميزان. فهذا يدل على أن حسن الخلق من أعظم ما يثاب عليه العبد يوم القيامة. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن أعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: خياركم أحاسنكم أخلاقا. الفاحش هذا الذي تعود الفحش، المتفحش الذي يتكلف الفحش، وهذا كثير في البيئة التي يولد فيها الإنسان. يحب البعض مهين النفس، مهين النفس من أن يظهر موافقته بمن حوله فيما يرتكبون من شتائم وسباب ونحو ذلك، فهذا يتفحش وإن لم يكن فاحشا في الأصل. في أولاد يعني متربين، أولاد ناس تحطهم في بيئة بتاعت عيال يعني أهل فحش، تربوا في بيئتهم، تلاقي الولد والبنت راجعين يشتموا زي ليه؟ زي اللي حواليهم. فهؤلاء لم يكونوا فاحشين في الأصل، ولكن تكلفوا ذلك وعصروا عليه، تكلفوا ذلك فصار من صفتهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من خلقه ذلك، لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: خياركم أحاسنكم أخلاقا. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثنا يزيد بن الهاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخبركم بأحبكم إلي، أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. فسكت القوم فأعادها مرتين أو ثلاثة. قال القوم: نعم يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا. فمن كان حسن الخلق كان رفيق الأنبياء، رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. صحيح لغيري، وهذا الحديث حسن. إنما بعثت، وقد بعث عليه الصلاة والسلام لبيان مجموعة من الأحكام الشرعية، ولكن أعظمها أهمية إتمام محاسن الأخلاق. وسمى هنا قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وهذا بيان للمنزلة العظيمة لحسن الخلق وصالح الخلق.
ثم الأخلاق الواجبة، أخلاق مع الله وأخلاق مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاق مع المسلمين وأخلاق مع غير المسلمين كذلك، كل ذلك يسمى خلق في المعاملة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه، ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله عز وجل. هذا هو الإنسان الكامل الذي كان عليه الصلاة والسلام يتصف بصفته، كان لا يختار، لا يخير بين أمرين إذا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، يبتعد عن الإثم أبعد الناس منه، لا ينتقم نفسه لشعوره بالغنى وكمال يعني نفسه عليه الصلاة والسلام، فلم يكن ينتقم لنفسه ويترك ذلك لله عز وجل، وإنما يغضب لانتهاك حرمة من حرمات الله فينتقم لله عز وجل. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن زبيد عن مرة عن عبد الله قال: إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله تعالى يعطي المال من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب، فمن ظن بالمال أن ينفقه وخاف العدو أن يجاهده وهاب الليل أن يكابده فليكثر من قول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله.